فعل جت من أهم الأفعال الموجودة في اللغة الإنجليزية، وكمان أكثر الأفعال استخداما في اللغة الإنجليزية يعتبر جت. ليه؟ علشان جت بيجي وراه حاجات كتير جدا بتختلف في المعنى، يعني لو وراه صفة معناه بيختلف، ولو وراه مكان برضو معناه بيختلف. كل ده في الحلقة دي. تابعوا. أول حاجة لازم تعرفها عن فعل جت التصريفات بتاعته، خاصة التصريف الثالث، لأنه مختلف في الإنجليزي الأمريكي عن الإنجليزي البريطاني. تعال كده نشوف. لو جيت قلت get got got، جيت هنا في present الباست بتاعه got، وهنا got برضو زي هنا في الباست، هتبقى في الباست participle اللي هو التصريف الثالث بتاعه هيبقى got. ده في الانجليش البريتش اللي هو البريطاني UK. في الامريكان بقى الوضع مختلف، ولكن في الباست بارتيسيبل بس. لو جيت هنا قلت جت، هي جت بريتش امريكان، بريتش امريكان جت. اما بقى في الباست بارتيسيبل هتلاقي هنا جت التصريف الثالث، وهنا gotten gotten. يبقى اذا الفرق هنا كله ما بين البريتش والامريكان في التصريف الثالث للفعل جت. هنبتدي مع بعض بأول استخدام لجت، get plus noun، وهنشوف معناه عامل ازاي. get plus noun، get plus اسم. طيب لو جيت هنا قلت I got، طبعا احنا خدنا got معناها يحصل على، ده لو جت وراها اسم. لو جيت قلت مثلا I got some old books، I got some old books from my father، هنا معناه ايه؟ معناها حصل على، حصل على. يبقى انا حصلت على بعض الكتب من my father، من والدي. يبقى اذا هنا got معناها يحصل على، يبقى بيجي وراها اسم ممكن تيجي بمعنى يحصل على. طب تعالى كده نشوف. Sally doesn't get، Sally doesn't get this question، يعني ايه؟ ان سالي هنا ما حصلتش، لا في حاجة اسمها ما حصلتش على السؤال، لا ولا ما فهمتش. يبقى إذن Sally doesn't get this question، يعني سالي ما فهمتش هذا السؤال. ده برضو استخدام من استخدامات get. بقازي get plus noun، وهنا got هنا بس في الماضي، plus برضو إيه؟ plus noun. ده كده أول استخدام لget، get plus noun. تاني استخدام بالنسبة لجت، get plus place، يعني لو جيت قلت مثلا get plus place يبقى إذن get وراها مكان. طيب لو جيت قلت مثلا call me، اتصل بي، as soon as، بمجرد you get to the office، اتصل بي بمجرد ما انت توصل المكتب. يبقى إذن هنا عندي get to، get to هنا معناها يصل إلى، يصل إلى. وهنا طبعا في ايه؟ المكتب. يبقى ده هو الايه؟ المكان. يبقى اذا هنا get plus place معناها هنا يصل الى المكان. تعالى كده نشوف مثال تاني. What time will you get here؟ الوقت اللي انت هتوصل فيه ايه؟ هنا الوقت اللي انت هتيجي فيه. يبقى هنا get اهي، وhere ده يعتبر المكان، المكان هنا دي معناها هنا. طيب واحد يقول لي لو get here هتبقى مثلا عاوز اخليها there تمشي. What time will you get there؟ هتوصل هناك امتى؟ يبقى اذا هنا here معناها هنا، المكان اللي انا واقف فيه. اما there هتبقى هناك، هتوصل هناك امتى. ده لو حبيت تسأل شخص مثلا طب انت هتبقى هناك الساعة كام، هتقول له What time will you get there؟ طب هتبقى هنا امتى، هتبقى What time will you get here. تمام كده؟ طيب لو جيت قلت مثلا I will get home، اهي get home انا سوف اصل الى المنزل. around، around هنا معناها حوالي، حوالي في تمام الساعة 10 PM، الساعة 10 مساء. بإذا هنا get plus place معناها يصل الى. get plus adjective يعني ايه؟ معناها يصبح، معناها يصبح. لو جيت قلت مثلا The kids got really scared، الأطفال أصبحوا في حالة رعب. When they saw the snake، لما شافوا التعبان. يبقى هنا got طبعا اتفقنا من أول حلقة أن got الماضي بتاع get. يبقى إذن أقول الأطفال أصبحوا في حالة رعب. When they saw the snake، هنلاحظ هنا أن get هنا لو جت معها صفة
كان البني آدم أو الشيء في حال وأصبح في حال تاني، معناها يصبح، أو لو أنت بتحكي لحد موقف مثلا حصل، ده أنا اترعبت لما شفت المنظر ده، يبقى أنت كنت آمن مطمئن خالص، ولما حصل الشيء ده أنت got scared، أنت أصبحت خايف أو أصبحت مرعوب، بتنتقل من حال إلى حال. نقولها تاني، the kids الأطفال got really scared، أصبحوا مرعوبين when they saw the snake، لما شافوا التعبان. طيب المثال ده يوضح لك اكتر. I got wet. wet هنا معناها مبلول او رطب. I got wet، اتبليت. when it rained over me، لما الدنيا مطرت ايه؟ مطرت عليا. يبقى انت كنت ايه؟ مش مبلول. اتبليت امتى بقى؟ لما حطيت got wet. اصبحت امتى؟ when it rained over me، بقى اصبحت هنا ايه؟ wet، اتبليت او هدومي اتبلت. when it rained over me، لما الدنيا مطرت علي. يبقى اذا get plus صفة، انتقلت من حال الى حال اخر. يا رب كل معلومة وصلت. تعبيرات لازم تعرفها مع get، مهمة جدا في المحادثة. لو جيت قلت لك get engaged، get engaged، وركز معايا هنا علشان في ناس بتنطقها engaged، لا غلط، هي اسمها get engaged، engaged. يبقى اذا هنا دي تتنطق جيم ودي الجي العاديه بتاعتنا، يبقى engaged. engaged engaged هنا معناها يخطب. لو جيت قلت مثلا، دي طبعا بتيجي مع في الماضي كتير، يعني اقول لك مثلا سالي اتخطبت امبارح، هتقولها ازاي؟ هتقولها سالي got engaged yesterday، got engaged. يبقى اذا get engaged ده في المضارع، لو حابب في الماضي هتبقى got engaged، هتبقى اتخطبت. طيب get married نفس القصة، دي اتخطبت يبقى دي ايه؟ اتجوزت. get married هتبقى got married، سالي اتجوزت امبارح، نفس القصة، سالي got married yesterday، سالي اتجوزت امبارح. تمام؟ طيب get sick، get sick معناها الشخص بيتعب، الشخص بيمرض. يبقى اذا get sick هنا معناها مراحل المرض هنا في ايه؟ مراحل المرض في تطور، بيمرض بيتعب. طيب get well soon ده expression مهم جدا ولازم تعرفه. get well soon لو انت زرت حد عيان، اتمنى لك الشفاء العاجل. يبقى لو حد تعبان وانت رايح مثلا تزوره هتقول له get well soon، ان شاء الله تقوم بالسلامه وتبقى زي الفل. اخر حاجه معايا في فعل get، get plus preposition، get معاها حرف جر، ومعظمنا عارف المعاني دي ولكن في معاني بتقع مننا لازم تاخد بالك منها. ركز معايا، لو جيت قلت لك get up معناها cycles، طبعا دي سهلة والناس كلها عارفاها. get back معناها يعود. get along معناها ينسجم مع. get on دي مهمة قوي، get on bus معناها يركب الباص. get on train معناها يركب train القطر يعني. get on plane بيركب الطيارة. عكسها بقى ليه get off، get off get off bus معناها ينزل من الايه؟ من الطيارة، آسف، ينزل من الأتوبيس. get off train معناها ينزل من القطر. get off plane بينزل من الطيارة. بإذن عندك get on و get off مهم قوي حتى في المواعيد، انت امتى هتنزل من الطيارة، امتى مثلا هتركب الطيارة، معاد دخولك للطيارة امتى، معاد الباص بتاعك ايه امتى. بإذن عندك هنا get on و get off مهمين قوي في المحادثة العامة. طيب get into، get into يعني مهم قوي في قصة المشاكل. get into trouble، trouble هنا معناها مشكلة أو ورطة، ودي بيجي معاها يتورط، يعني get into trouble معاها هنا إيه؟ معاها كلمة trouble على طول، معاها مشكلة أو ممكن نقول problem. طيب ممكن كمان get into معناها يدخل، يعني get into ممكن يدخل، بس يدخل بإيه؟ يدخل باقتحام شوية، مش بيدخل اللي هو معناها enter، لا هنا get into معناها اللي هو اقتحم المكان أو دخل المكان بصورة مفزعة يعني. get over معناها يتخطى أو يتجاوز، ده بتيجي في مشكلة أو في مرض أو واحد صاحبك مثلا واقع في مشكلة أو حاجة وانت بتقول له مثلا ان انت بتتمنى get over your problems، اللي انت تتخطى هذه المشاكل أو تتخطى هذا المرض. get around معناها يتجول، get around معناها يتجول، لو انت مثلا رايح مكان جديد أو حاجة وعاوز تبص على المكان وتاخد منه نظرة سريعة تبقى get around معناها تتجول. get out معناها يغادر، تسيب المكان وتمشي. get down معناها ينزل أو ينبطح. كمان get to معناها يصل إلى، ودي برضو بتيجي مع الأماكن.
اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الحلقه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب. كان معكم محمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.